مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا ويصلكم كل جديد. الإخوان وأخوات السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة أبو ريان للإعلان. إعلان جديد خوتي بخصوص الناس المهتمة بالهجرة والعمل في كندا. جبت لكم شركة جديدة اللي يمكن لكم أنكم تصيفطوا لها الطلبات ديالكم، تصيفطوا لي سي في ديالكم، تعمروا الفورميلاغ، غنوريكم لي زوفر دومبلوا اللي متوفرين في هاد الشركة وكيفاش تصيفطوا الطلب ديالكم، كيفاش تعمروا الفورميلاغ. الشركة الاختصاص ديالها في مجال الغذائي، كل ما كيتعلق بالمواد الغذائية. الو خوتي، قبل ما نبداو مرحبا بكم في هذا لا فيديو، مرحبا بكم على قناتكم ابو ريان، وتحياتي لكم كاملين وتحياتي الناس الجداد. خوتي راك حتى نتوما اول مره غتشاهدونا، شاركوا معنا في القناه، فعلوا زر الجرس باش حتى نتوما توصلوا بكل ما هو جديد. اذا خوتي حطيت لكم فيديو قبل قليل ايضا بخصوص العمل والهجره الى كندا، واحد الفيديو يمكن لكم انكم تدخلوا ليه اللي هو هذا بخصوص الناس اللي عندهم رخص سياقه ديال الشاحنات من الحجم الكبير. دخلوا عمروا الفورميلاغ وصيفطوا الطلب ديالكم. اذا هاد الاعلان ديال هاد الشركه الاخوان، اولا هاد لي زوفر دومبلوا ديال هاد الشركه هادي، ف مخصصه للناس القاطنين في كندا، وايضا مخصصه للناس اللي خارج كندا. شركه كتصايب لكم عقود عمل، كتصايب لي بيرمي دو ترافاي، كتصيفطوا لكم اذا كان البروفيل ديالكم مزيان، اذا كانت عندكم ليكسبيريونس. اهم حاجه الاكسبيريونس يعني كيركزوا عليها بزاف. اذا كانت عندكم تجربه فكونوا اكيدين ان الطلب ديالكم غادي يكون مقبول ان شاء الله 100%. الو كيف ما كتلاحظوا خوتي عزاز، هذه الشركه الاسم ديالها اللي هو مايروند اونتربو، دونك هذا لونتربو ديالها ولا لوزين، دونك الاسم ديالها جروب مايروند، دونك هذا هو الاسم ديال الشركه. حنا غادي نمشيو مباشره اللي كيهمنا لي زوفر اللي متوفرين في الشركه. غادي نمشيو لترافاي بور جروب، بور لو جروب مايروند اليمونطاسيون. هنا كنلقاو لي زوفر دومبلوا، دونك حنا نمشيو لي زوفر دومبلوا مباشره ونشوفوا لي زوفر اللي متوفرين. الوغ كيف ما كتلاحظوا هنايا، هادو لي تيتر العناوين ديال لي بوست، تيتر دو بوست. هنا ديبارتمون، فين ديبارتمون ديال العمل، يعني بحال في مثال كومي بواسونري، يعني اللي غيخدم كومي بواسونري غيخدم في ديبارتمون ديال البواسونري، اللي كيخدم في مثال كاسيير غيخدم في ديبارتمون ديال سيرفيس على كليونتيل، اللي غيخدم في مثال كومي شاركوتري غادي يخدم في ديبارتمون ديال شاركوتري، اللي غيخدم جزار ولا بوشي غادي يخدم في مجال ديال بوشغي. دونك هادي باينه. هنا كنلقاو تيب، واش غادي تخدم يعني النهار كامل ولا غير نص نهار، دونك هادو كاملين طون بلان يعني نهار كامل. عندنا ايضا ديفيزيون سيكورسال مايروند، دونك هادو كاملين كتخدم سيكورسال مايروند بلس ديستريبيسيون، دونك هذا ديبارتمون ديال لي زوبيراسيون فين كيوجدوا لي كوموند في الديبارتمون ولا فاش يقول ليه ديفيزيون ديال ديستريبيسيون ديال التوزيع. الو كل حاجه راه مفرقينها في بلاصه. هنا لو ليو، المدينه اولا الولايه فين غادي يكون الخدمه ولا فين غتكون الخدمه. كتلقاو مونتريال، كاين لافار، كاين اغلب لي زوفر كاينين في مونتريال. هنا سان جيروم لافال. وبالنسبه للغه، راه اللغه الفرنسيه يعني الاعلانات كيف ما كتلاحظوا هنا، راه اعلان موقع باللغه الفرنسيه، فلذلك هما كيهضروا يعني هاد الشركه ولا المنطقه في كتواجد الشركه كيهضروا انجليزيه وايضا اللغه الفرنسيه. فالموقع يمكن لك تحولوا الانجليزيه وايضا يمكن لك تحولوا اللغه الفرنسيه. دونك كيف ما كتلاحظوا هنا الفوق على اليمين، دونك هنا عندنا واحد لوبسيون باش يمكننا نغيروا اللغه. مزيان، دونك هنا كما كتلاحظوا خوتي عزاز، دونك هنا كنقدروا نخسروا ايضا من هاد الديبارتمون ديريكتومون، نمشيو للديبارتمون اللي بغينا. كنلقاو بواسونغي، سيرفيس على كليونتيل، اوبيراسيون، شاركوتري، بوشري، لوجيستيك، الماركتينغ، كلاشا ولا الفونت. كلينا نختار هنا ديفيزيون، يمكننا نختارو ليو يعني الولايه فين بغينا نخدمو. كنكليكي على ابليكي وكيعطينا داكشي مفلتري مباشره. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا اخوان اخوات، عندنا بزاف ديال لي بوست متوفرين مع هاد الشركه. الناس اللي كيخدموا في السياقه، الناس اللي كيخدموا في لاكيس، اللي كيسيغ وكيسي، الناس اللي كيوجدوا لي كوموند، اوبير لي زوبيراتور دو كوموند او لي زوبيراتريس،
les opérateurs de commande et commerce qui gèrent des mises en marché viande fraîche. دونك هاد الشيء راه بزاف يمكن لكم انكم تدخلوا تشوفوا تقلبوا مزيان على البوست اللي بغيتوا تخدموا فيه وتبوستوا ليه مباشره. دونك حنا في مثال نديروا واحد لو بوست هنا كتلقاو مساعد ديال ليفرر كومي فيسيل، دونك اللي كيخدموا في مجال ديال غسل الاواني، الناس اللي كيخدموا في ليبيسري فوالا. دونك راه كاين بزاف الناس اللي عندو خبره في مجال ديال البوشي يعني جزار او لا جزار. دونك حنا نديرو في مثال كاسي ولا كاسيير. دونك كتدخلوا مباشره الاعلان، هنا كتلقاو كاع لي طاش اللي غادي يكون عندكم، هادو لي طاش دونك كي لكم تقراو بيه هنايا. دونك كل ما كيتعلق بلا كاس، افكتوي لا كاس دي زارتيكل دون لا كاس انريجستور انريجستريز كونتي اي كونسيديي سا كاس سولون لا بوليتيك لونتربريز. هما كيديروا لك فورماسيون هادي قبل ما تبدا مع الشركه، كيديروا لك واحد الفورماسيون ضروري كدير واحد الفورماسيون في اي مجال ولا اي بوست بغيتي تخدم فيه حتى كتاخد مزيان يعني. تما الخدمه ديالهم لاكيس راه ماشي بحال الخدمه في لاكيس هنا في المغرب، دونك هما عندهم داكشي متطور، عندهم الات متطوره، لذلك فكدير واحد الفورماسيون عاد كتبدا العمل. الفورماسيون راه بالمجان ضروري في اي مجال، واي شركه كنديه ولا نقولوا شركه اوروبيه بصفه عامه ضروري كيديروا لك فورماسيون عاد كتبدا معاهم. هنا بالنسبه للكاليفيكاسيون شنو طالبين، يكون عندك ديبلوم سيكوندير 5 ولا ايكيفالون، تكون عندك تجربه ديال 3 شهور على الاقل، على الاقل 3 شهور في نفس لي بوست ديال لاكاس. وهذا الشيء اللي هنا لتحت، دونك هنا يكون عندك بولي كورتواز، دونك انيشيتيف اوتونومي كاباسيتي دو ترافاي سو بريسيون، تقدر تخدم في واحد الخدمه يعني اللي فيها لا بريسيون يعني فيها شويه الضغط، افوار لو سون دو لورغانيزاسيون. دونك هادشي راه ماشي مشكل، تري بون كونيسونس اي سونس بور لي فرونسي بارلي اكري. دونك هنا يعني كيطلبوا اللغه الفرنسيه كيف ما كتلاحظوا تكون فرنسيه مزيانه، كتبه و قراءه، كتبه و نطق عفوا. بوكو ترافاي شي، دونك هادشي المهم عندنا هو يكون تكون عندك ليكسبيريونس ديال 3 موا على الاقل، ويكون عندك الدبلوم في المجال. الوغ الى هبطنا شويه لتحت غادي نلقاو واحد الفورميلاغ اللي غادي يمكن لينا نعمروه. دونك هنا كنلقاو لك السميه، الكنيه، الكوريال، نيميرو تيليفون، كنجوانيو لو سي في فورما وورد ولا بي دي اف، كنكتب واحد لو ميساج لو ريكروتور ضروري كنجوانيو لو ميساج وكنصيفطو الطلب. دونك غادي نكتبو في المثال، نكتبو لو برينو، نديرو في المثال مهدي مفتاح، فوالا الكوريال نديرو البريد الالكتروني gmail.com، نيميرو التليفون دونك كنديرو لانديكاتيف ديال البلاد بلس 212، ضروري لانديكاتيف ديال البلاد فين كتسكن، و لو سي في كنكليكي على شوازيغ ان فيشي، كنجيبو لو سي في كيف ما سبق وذكرت لكم فورما وورد ولا بي دي اف. دونك نحطو هاد لي موديل فورما بي دي اف، فوالا كيف ما كتلاحظو هذا هو لو سي في، هو تحطنا بشكل مزيان. وهاد لو ميساج غادي نخلي لكم كما العادة خوتي العزاز، غتلقاوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. دونك كتمشيو تحت من الفيديو هنايا كتلقاو رسالة تحفيزية، غادي نديرو لها كوبي وغادي نرجعو للفورميلاغ ونديرو لها كولي. فوالا كيف ما كتلاحظو هنا، دونك هاهي كاملة تكولات هنايا. فوالا دونك حنا عمرنا جميع المعلومات كاع لي زانفورماسيون، و آخر شي غادي نكليكي على سوميتر فوطخ كانديداتور. فوالا كيف ما كتلاحظو هنايا، دونك عطانا الكونفيرماسيون بأن الطلب ديالنا مشى. بونجور، merci de nous avoir envoyé votre candidature. Nous aurons plaisir à vous contacter. Nous aurons plaisir à vous contacter si elle correspond à notre recherche. Bonne journée. Donc, je dis tout à l'heure, mais comme il est quand le profil dit comme tu n'as pas mal offre ou le profil qui est calibré les hommes. اذا من بعد ما كيتواصلوا معكم راه يديروا معكم واحد لا دات باش يديروا واحد المقابله عبر
عبر تطبيق زوم، مقابلة كتكون فيها تقريبا واحد نص ساعة حتى لساعة ديال المكانة، كدوز مقابلة باللغة الفرنسية، كيسولوكم على كل ما كيتعلق بالتجربة ديالكم في مجال العمل، كيشوفوكم إذا كان البروفيل ديالكم مزيان، يعني داكشي اللي عندكم في لو سي في يعني متطابق مع داكشي اللي غادي ديروا معاهم، ولا غادي يسولوكم في لونتروتيان ولا لونتروفيو. إذا كان كلشي مزيان راه هذيك الساعة وما كيتكلفوا لكم بكل شيء، انتم كتخلص ما كتخسروا حتى شي حاجه من عندكم. اذا هادشي اللي كاين خوتي العزاز، نتمنى الفيديو يكون فادكم شويه، نتمنى تكون يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما يكونش طويل عليكم. توكلوا على الله، الان سيفطوا الان لي سيفي ديالكم، سيفطوا طلبات، قلبوا مزيان، تريو مزيان هاد لي زوفر اللي كاينين حاليا في الشركه. الشركه راه شاك فوا كل مره كتحط دي زوفر جداد، مره مره قولوا دخلوا يعني كل مره دخلوا الشركه وشوفوا لي زوفر اللي كتحط جداد كل نهار تقريبا، وصيفطوا الطلبات ديالكم. بالنسبه للكونديداتور سبونطاني، فالشركه الا لاحظتوا ما دايرهاش كونديداتور سبونطاني، غادي نشوفوا هذا الخيار الاول. دونك هنا ما كاينش شي كونديداتور سبونطاني، تقدر تدفع وتخليهم يشوفوا لك لو بوست اللي مناسب. فهم يعني الطريقه الوحيده انك تدخل لي زوفر، دونك هذه الطريقه اللي دايرين، كتدخل لي زوفر دومبلوا وكتصيفط لوفر اللي يعني شي اوفر سبيسيفيك، يعني على حساب التخصص ولا على حساب المجال ديالك. دونك كيف ما لاحظتوا راه كاين بزاف ديال لي بوست متوفرين، فما لكم الا تصيفطوا لي سي في وتوكلوا على الله، ونتمنى لكم التوفيق، الله يسهل الجميع. اذا اخوتي الاعزاء وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش دعمونا بلايك، بارطاجيو قدر الامكان، شاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. كان معكم ابو ريان، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.